المصلحة هي اللي بتجمعنا. أنا راضي ذمتك. في عروسة محترمة تسيب عريسها في الصباحية وتروح مشوار؟ طب وافرض بقى إن العروسة دي عندها مصلحة. بنجري وراها من غير ما نحسب لها. عشان علمونا إن ريسك أكبر يعني مكسب أكبر. دي طلعة كبيرة، سريعة وسخنة، ما يستناش حد. إعدام يا طارق إن شاء الله. عاملة زي نقطة بعيدة بتلمح وبتشدك ليها. نلعب اللعبة يبقى جوه اللعبة لأ. بس خلي بالك، مش كل حاجة بتلمع تبقى دهب. طلع! عايزة إيه؟ هبوس. هو كله بالحب. كله بالحب. في رمضان على الـ LBC. عيشوا معنا رمضان.